امبارح مصر ودعت الممثل والمخرج جميل راتب. جميل راتب رحل بعد مسيرة عطاء استمرت لأكثر من 6 عقود قدم فيها عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، شارك في أعمال عالمية. الحقيقة شيعت جنازة الفقيد بعد صلاة الظهر من الجامع الأزهر، كان حاضر الحقيقة يعني أفراد عائلته وممثلين عن وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية وعدد من الفنانين والشخصيات العامة. وإن كنت الحقيقة يعني سمعت أنه مش عدد كبير من الفنانين كانوا موجودين، يعني أنا سمعت أنه طبعا كان في الفنان محمد صبحي، الفنان عزة العلايلي، الفنانة الجميلة سلوى محمد علي، نقيب المهن التمثيلية أشرف، دكتور أشرف زكي. يعني بعض يمكن يقول أنه يعني قيمة بقدر جميل راتب كان ممكن يكون في عدد أكبر من النجوم. في كل الأحوال الفنان طبعا كان اتعرض لأزمة صحية الحقيقة من حوالي كام شهر تقريبا، أثرت على أحباله الصوتية، فسافر فرنسا اتعالج هناك وبعدين رجع مصر في أغسطس اللي فات ده على طول، لكن الحالة الصحية ربما بشكل عام ما كانتش مستقرة ليه. وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم طلعت بيان وقالت فيه إنه، قالت مصطلح يعني تعبير كده يعني أعتقد إنه مصيبة فيه جدا، يعني قالت إنه حبات عقد اللي هو زي العقد يعني المبدعين والعظماء من زمن الفن الجميل تتساقط، كأنه عقد وكله حبات، كل شوية في حبة من هذا العقد بتتساقط. واتكلمت على جميل راتب طبعا، قالت انه احد العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية. هو جميل ابو بكر راتب، اتولد 1926، وبعد ما اخذ شهادة التوجيهية زي ما كانوا بيسموها ساعتها الثانوية العامة طبعا، التحق بمدرسة الحقوق الفرنسية، وبعد اول سنة سافر لفرنسا واستكمل دراسته. ويمكن كان اول عمل شارك فيه فيلم انا الشرق، وكان معاه ممثلة فرنسية كلود جودار، وكان معاه جورج ابيض وحسين رياض وتوفيق الدقن. وطبعا فكره انه جميل راتب معروف انه كان بيتقن عدد كبير جدا من يعني عدد كبير من اللغات الاجنبيه، فده يمكن ساعده انه كمان يشارك في بعض الافلام العالميه زي لورانس العرب في 62 مثلا، وعمل اداء صوتي الحقيقه في افلام تانية كتيره زي حتى عمر المختار. الفنان الكبير جميل راتب بقيمه وليه بصمه الحقيقه كده في افلامه واعماله. امبارح بتكلم مع زمايلي على دوره في فيلم البدايه مع احمد زكي وصفية العمري ويسرى وسعاد نصر، كان دور بديع وكل ادواره كانت حلوه، ما فيش دور مثله الحقيقه ما علمش، بس يعني في بعض الادوار كده اللي قدمها كانت بديعه وجميله. رحمه الله عليه الفنان الكبير جميل راتب، اكيد الفن المصري والفن العربي كله خسره. في حتى يعني السفاره الامريكيه في القاهره الحقيقه عملت تويت على تويتر ونعت فيها الفنان الراحل، وقالت انه السفاره الامريكيه في القاهره بتتقدم بالتعازي لعائله الممثل المصري جميل راتب واصدقائه والملايين من معجبيه. هو فنان بقيمة كبيرة جدا رحمة الله عليه. هنشوف مع بعض هذا التقرير عن الجميل المبدع الراحل جميل راتب، ونرجع مباشرة في فقرتنا الأولى نتحدث عن موضوع ليس بجديد الحديث عنه، ولكن دايما الكلام عنه متجدد لأنه ما وصلناش لغاية دلوقتي الحل فيه، وحالة الجدل ما زالت موجودة. فكرة أني أنقل عضو من انسان من حي لحي او من ميت الى حي، هل هي انقاذ لحياه انسان ام هي انتهاك لحرمه جسد الموتى؟ هل نقل الاعضاء البشريه في حوله خلاف فقهي وقانوني، ما زال هذا الخلاف متواصل ام لا؟ هل فكره انه انقل الاعضاء لاجنبي يجوز ولا ام لا يجوز؟ ايه هي الاعضاء الاكثر جدلا في موضوع نقلها من مريض إلى مريض آخر؟ هنتكلم في كل ده الحقيقة مع ضيوفنا الكرام الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة، والأستاذ ميشال إبراهيم حليم المحامي بالنقد والمستشار القانوني. قضية جدلية كبيرة جدا، دائما يتجدد الجدل حولها ما بين أطباء وعلماء الدين حول نقل الأعضاء بعد هذا التقرير.
لاستكمال دراسته الجامعية في فرنسا، وبعدها عكف على دراسة الفن سرا دون علم أهله. اشرب الاكسبريسو بقى بدل ما تبرد. من ابرز اعماله السينمائيه المصريه حب في الزنزانه، البريء، والكيف، علي بيه مظهر، العبقري، والخمسه، الصعود الى الهاويه. وعن أعماله في السينما العالمية، فقد شارك الفنان عمر الشريف في بطولة فيلم لورانس العرب في عام 1962، وعمل مع النجم العالمي أنتوني كوين في مسرحية زيارة السيدة العجوز الذي كان فيه مساعد مخرج، والفيلم الأمريكي ترابيز، والفيلم الفرنسي تو كوميت ماردر، وقدم 3 أفلام تونسية بإنتاج مصري فرنسي و7 أفلام فرنسية. وعلى الصعيد المصري، فقد أبدع الفنان جميل راتب في حفر بعض الأعمال المصرية القيمة. مع الفنان محمد صبحي. لا يا سيدين، احنا مش فرحانين عشان الهدايا، احنا فرحانين عشان طلعت الأول. الأول بامتياز مع مرتبة الشرف. عمل في السينما ثم اتجه للمسرح، وعاد مرة أخرى للسينما في منتصف السبعينات، وقام بتقديم نحو 67 فيلم على مدار 40 سنة. تم تكريمه عدة مرات، وحصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر. شيعت جنازة الراحل جميل راتب والعربية والعالمية، رحمه الله بقدر ما قدم لنا من أعمال سوف تبقى.